يستمر الاقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء نحو مليون ومئة وسبعة وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وخمسة وعشرين ألف شخص هذا وتلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف شخص